عدد المسؤولين الأتراك الداعمين إلى المصالحة مع نظام بشار الأسد يتزايد يوماً بعد يوم، فبعد تصريحات وزير الخارجية مولود جويش أوكلو بضرورة العمل على تحقيق المصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا، نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بلجيتش بياناً توضيحياً مفاده أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري. غضب المعارضة السورية من تصريحات أوغلو لم يمنع أعلن دفلت أبهجلي الحليف الأكبر لأردوغان في الائتلاف الحاكم اعتباره الخطوات التي اتخذتها تركيا قيمة ومناسبة، وأضاف أن أي حل دائم في سوريا هو حل سياسي. على النظام والمعارضة التوصل إلى حل وسط. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم حياتي يازج صرح أيضاً من جهته في حوار تلفزيوني بأن العلاقات مع دمشق قد تصبح مباشرة ويمكن أن يرتفع مستواها. فضلاً عن ذلك، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض عن تأييده لهذا النهج ودعا مجدداً إلى السلام مع نظام الأسد. وفيما أكدت بعض المصادر التركية أن الجهود المبذولة للتواصل مع دمشق تجري بقوة متجددة وبدعم من الكريملين، يتساءل كثيرون عما إذا كان القصف التركي الأخير في شمال سوريا سيفشل مسار المصالحة قبل أن يبدأ؟